بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. سوف نتكلم اليوم عن تحليل فرق بين مربعين. تحليل الفرق بين مربعين هو عبارة عن يعني ايه مربع. طبعا احنا عارفين ان مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، يعني كمية مربعة يعني حاجة مضروبة في نفسها مرتين، بنسميها المربعات الكاملة. عاملة زي 2 تربيع بتساوي 4، بنسمي الأربعة دي مربع كامل. 3 تربيع بتساوي 9، نسمي 9 دي مربع كامل. 4 تربيع بتساوي 16، يبقى 16 مربع كامل. 5 تربيع بتساوي 25، يعني 25 مربع كامل. هذه مربعات كاملة. فإذا وجدت مربع مثل صد تربيع وتسعة، صد تربيع وتسعة، تسعة دي هي 3 تربيع، ولقيت بينهم علامة نقص، يبقى اسمها فرق بين مربعين، مربع في الأول ومربع في الثاني وبينهم ناقص. هي طبعا هي نفسها صد تربيع ناقص 3 تربيع، فصد تربيع ناقص 3 تربيع، يبقى دي اسمها فرق بين مربعين. مربعين يعني كمية مربعة الأولى أو مربع كامل في الأول مربع كامل في الثاني وبينهم علامة ناقص، بنسميها فرق بين مربعين. هذا التحليل أصله إيه؟ تعالى كده نضرب صاد ناقص 3 في صاد زائد 3. كنا في عمليات الضرب نضرب ايه العنصر الاول ده في القوس كله، يبقى صاد في صاد، صاد تربيع، صاد في زائد 3 زائد 3 صاد. خلصنا الصاد ضربناه في القوس كله، ناخد سالب 3 اضربه في القوس التاني ده كله، يبقى سالب 3 في صاد سالب 3 صاد، سالب 3 في 3 سالب 9، سالب في موجب سالب 3 في 3 9. مجموع الكلام ده هو يساوي صاد تربيع 3 موجب مع سالب 3 بقى سالب 9، اللي هي صاد تربيع سالب 3 تربيع. يعني اللي احنا عملناه ايه؟ لما انا فكيت او ضربت صاد سالب 3 في صاد زائد 3 ادت لي صاد تربيع سالب 3 تربيع. يبقى لما باجي احلل مقدار جبري زي صاد تربيع سالب 3 تربيع اللي هي كانت 9، يعني بتساوي افتح قوسين بكمية مربعة وكمية مربعة او مقدار مربع كامل، مقدار مربع كامل فرق مربع كامل، بتساوي صاد هنا صاد هنا 3 3، واحدة سالب واحدة موجب. وعرفنا ايه السبب، ان انا لما بضرب الاتنين دول بيوصلوا ليا دي. يبقى انا عشان احلل فرق بين مربعين شرط اساسي ان يكون عندي اشارة سالب، لان احنا بنقول فرق، احنا لازم نطبق الكلام بالفعل، احنا بنقول كلام، يبقى كلام فعله ايه؟ هو فرق يعني سالب، فرق بين ايه؟ مربعين، كمية مربعة الاولى وكمية مربعة الثانية. هو ده كل الدرس، وهنشوف تمرين كده بسرعة. يلا عليه حلل تمرين المصرية. بيقول حلل سين تربيع ناقص 4، سين تربيع حلل سين تربيع ناقص 4 بتساوي
على طول هي س تربيع ناقص 2 تربيع بتساوي س وس 2 2 سالب موجب أو موجب سالب أو سالب موجب أي حاجة، المهم واحدة بالسالب واحدة بالموجب. طب نشوف سؤال تاني. 16 ألف تربيع ناقص ب 16 ألف أس 6 ناقص ب أس 6 أهي السؤال ده حل. 16 ألف أس 6 فكر يلا كده فكر نعمل ايه، قول لك كده نعمل ايه، قول ايوه. واحد بيقول ان 16 دي هي عبارة عن 4 تربيع، جميل. طب الالف والستة عبارة عن الف والس كام؟ 3 تربيع، ممتاز، لان حاجة أس مرفوع الأس بضرب الأس في بعضه 2 في 3 ب6 ناقص ب 3 أس ايه تربيع. يبقى أصبح عندي الكلام ده شايف تربيع تربيع تربيع، باخد نص الأس، بمعنى تاني باخد نص الأس ويبقى تربيع وتربيع. ليه أنا بعمل كده؟ عشان أقول إن هي عبارة عن 4 ألف أس 3، كل ده إيه هنا تربيع وتربيع، يبقى كله إيه تربيع. لما خدنا في الإعدادي لما بنيجي ما يكون مقدار جبري مرفوع لأس بضرب الأس اللي فوق ده في كل الأسس اللي جوه، الأربعة أس واحد باتنين في واحد باتنين تبقى 4 أس 2، التلاتة أس الألف أس 3 نضرب الـ2 في 3 ب 2 في 3 ب6 أهي أصلا. طيب يبقى ده أصبح 4 ألف أس 3 ناقص ب أس 3 ب أس 3 أس 2 زي ما هي، يعني دي أصبحت كمية هي مربعة ودي كمية مربعة، بتساوي القاعدة بتاعتي بقى بقوم عامل قوسين، 1 4 ألف أس 3 شيل التربيع بقى خدت الجذر بس ب أس 3، وشيل التربيع عشان باخد الجذر القيمة كلها، 4 أس 3 ألف أس 3 ب أس 3، واحدة سالب والتانية ممكن كده. يبقى خلصت تحليل المقدار ده. ليه خلصت؟ لأن الألف أس 3 معلهاش جذر حاجة تضرب في نفسها تدي ألف أس 3 والب أس 3، فما أقدرش أحللها. لكن ديت لو بفرض إن دي تنفع التحليل، عندي أس 4 ودي أس 4 ينفع أحلل؟ لا، لأن الشرط التاني مش موجود، هو إن لازم الإشارة بالسالب. أما دي كان في إمكان إنها تتحلل لأن إشارتها بالسالب، بس اللي منعني من التحليل إيه؟ إن دي ملهاش جذر، الألف أس 3 والباء أس 3 ملهاش جذر، عدد صحيح. نشوف سؤال تاني. سؤال تاني عبارة عن 9 افتح قوس ميم سالب 1 و2 25 ميم زائد 1 و2 أنا مش عايزك تنزعج لما تشوف مسألة عاملة بالشكل ده، تنزعج ليه؟ مش عندنا شرطين إن يكون الأولى كمية مربعة والتانية كمية مربعة وبينهم علامة سالب؟ قال السالب موجود، يبقى أنا عايز أخلي دي كمية مربعة وأخلي دي كمية مربعة، أهي ما دي كمية مربعة ميم ناقص 1 كله تربيع، ودي ميم زائد 1 كله تربيع. أما دي 9 عبارة عن 3 تربيع، يبقى برضه 9 مربع كمية مربعة حولتها لكمية مربعة اللي هي 3 تربيع، 25 أحولها لكمية مربعة تبقى 5 تربيع. طيب
يعني ممكن اكتبها بالشكل الجديد ده، تس تلاتة في ميم ناقص واحد، كل ده تربيع ناقص خمسة ميم زائد واحد، كل ده تربيع. أصبحت فرق بين المربعين واضحة جدا اهي. هحللها، يبقى ده قوس اهو، هذا قوس تاني اهو، قوسين كبار عشان هيبقى جواهم أقواس صغيرة. اخد دي جذر دي، اشيل التربيع واخد اللي تحتي، يبقى تلاتة في ميم ناقص واحد ناقص، خلي الإشارة الأولى دي ناقص، تاني جذر التاني خمسة في ميم زائد واحد، هنا تلاتة في ميم ناقص واحد، هي نفس الكلام اللي كتبته الأول بس بغير الإشارة دي، تبقى زائد خمسة في ميم زائد واحد بتساوي. ممكن أبسطها شوية، نفك الأقواس الصغيرة اللي جوا دي، هتحول الأقواس الكبيرة لصغيرة، نضرب تلاتة في ميم، تلاتة ميم، تلاتة في سالب واحد سالب تلاتة، سالب خمسة في ميم سالب خمسة ميم. شوف انا بضرب ازاي، اوعى تنسى دي تضربها، في ناس بتضرب دي وتقوم معديها بقى هنا، تنسى تضرب الخمسة في الواحد، برضو ينسوا يضربوا التلاتة في الواحد، يعني ركز على الكلام ده. سالب في موجب سالب خمسة في واحد خمسة. نشوف القوس التاني ده، أيوة تلاتة ميم ممتاز، ها سالب تلاتة صح، أيوة خمسة ميم رائع، زائد خمسة ممتاز تساوي. جمع يلا الحدود متشابهة، تلاتة ناقص خمسة ناقص ايه اتنين ميم، مش متشابه تلاتة ميم وخمسة ميم، دول متشابهين. سالب تلاتة سالب خمسة، ايه هي الحدود المتشابهة؟ الحدود المتشابهة بتبقى حدود لها نفس الرموز، فيها نفس الرموز وللرموز نفس الأسس. هنا الحد ده والحد ده لهم نفس الرموز، الرمز اللي عندي ميم وميم، الميم أس واحد لميم أس واحد، يبقى ما يهمنيش المعاملات، أنا يهمني الرموز هي نفسها وللرموز نفس الأسس، تبقى اسمها حدود متشابهة، دي بجمعها مع بعضها. أما التلاتة والخمسة دي ما فيش فيها رموز، هي اسمها حدود أرقام مطلقة، بجمعها برضه وهي بعضها. يبقى سالب تلاتة سالب خمسة بتدي سالب تمانية، ده القوس الأول. قوس تاني تلاتة ميم وخمسة ميم تمانية ميم، سالب تلاتة وخمسة موجب اتنين، كده فيه تقدر تحلل تاني. ناخد من الأولانية ديت سالب مشترك هتدي موجب وهتدي موجب، خد سالب اتنين عامل مشترك تبقى ميم زائد أربعة على سالب اتنين، اتنين برا ايه بقى ميم سالب اتنين أربعة على سالب اتنين بأربعة، سالب تمانية على سالب اتنين بأربعة، وهنا كمان هاخد من هنا اتنين مشترك، يبقى اتنين في هاخد اتنين مشترك اهي، اتنين اتنين عامل مشترك، يبقى فاضل ايه أربعة ميم زائد واحد، يعني في النهاية سالب أربعة في ميم زائد أربعة في أربعة ميم زائد واحد. طيب نشوف سؤال آخر، استخدم التحليل لتبسيط، استخدم التحليل لتبسيط عم الطهر. مثلا 77 تربيع ناقص 23 تربيع،
عايزين نستخدم التحليل لتبسيط هذا المجموع. طبعا عارفين احنا بنحللوه بطريقة سهلة. جذر الأول ما كمية تربيع، فرق كمية تربيع، يبقى دي فرق بين مربعين. يبقى 77 ناقص 23 اهوت القوس أول بالسالب، ناخد قوس تاني بالموجب، 77 زائد 33. طبعا دي حاجة بسيطة عليك يعني. 77 شيل منها 23 تديك كام؟ 54 في 77 و33 110. دي 23 احنا عملناها 33، يبقى هي 23 هنا دي خطأ حصل اهوت. 77 زائد 23 يبقى 100. 154 ب 5400. طيب مسألة تانية من نفس النوعية. مثال تاني اهو، 8 و27 من 100 تربيع ناقص 1 73 من 100 تربيع. يلا فكر كده، فكر فكر. ممتاز. انا عندي فرق، عندي تربيع كمية مربعة، فرق كمية مربعة، يبقى ده اسمه تحليل ايه؟ فرق بين مربعين. طيب نعمله ازاي ده بقى يا باشا؟ ممتاز. هناخد الاول تربيع، هناخد الجذر الاول هو 8 و27 من 100 تربيع، نشيل تربيع بقى، ناقص 1 و73 من 100. يبقى القص ده كمان ملوش لزوم. من الأول من الوقت 8 27 من 100 ناقص 1 73 من 100 في 8 27 من 100 زائد 1 73 من 100. الموضوع ده بسيط، موضوع تحليل الفرق بين المربعين ده سهل خالص. يلا جمع، 7 و3 10 صفر معنى 1، 2 و7 1 3 10 صفر معنى 1 الفصل معنى 1، 1 و8 9 و1 كمان يبقى 10 في 7 و3 0 معنى 1، 2 و1 و7 10 صفر معنى 1 الفصل، 1 و1 2 و8 10، تبقى تصبح كلها 10 في 10 أو إيه ب100. سؤال بعد كده يلا بسرعة تاني. بيقول أكمل أكمل ما يأتي. أكمل ما يأتي، 2 س زائد كام بتساوي كام ناقص 3 ص بتساوي 4 س تربيع ناقص. شايف بقى دي التحليل ودي المقدار اللي انا حللته، 4 س تربيع ناقص كان كام هنا، كام هنا ديت ممكن اجيبها من ده، دي ايه 3 ص، يبقى دي كانت 9، يبقى ديت كانت 3 في 3 ب9، الصاد في صاد 6 تربيع. يبقى هنا كانت دي 3 في 3 9، الصاد في صاد صاد تربيع، دي 9 ص تربيع. طيب لما دي 9 ص تربيع، ها هنا كان ايه بقى؟ دي الحد الاول جذره ايه؟ 2 س، يبقى كان هنا 2 س وهنا ايه 3 ص. ممتاز. يلا تاني، دي 25 س تربيع، دي الكمية اللي انا حللتها، 25 س تربيع، يبقى كان هنا ايه جذر 25 5 وهنا ايه س. طيب دي 3 م، يبقى كان هنا ايه؟ ايوه 9 م تربيع وهنا 5 س. طيب بسرعة، دي 64، دي اللي هحللها، دي المقدار اللي هنحلله، ديت ايه 4، يبقى هنا كان 16، هنا كان ايه 64 4 8 8 في 8 64 س تربيع بس، يبقى هنا 8 س.
إذا كانت ألف فرق ب بتساوي اتنين، وألف زائد ب بتساوي تلاتة، فإن ألف تربيع ناقص ب تربيع بإيه؟ شايف إن أنت لما بتحلل دي هتديك إيه؟ ألف فرق ب في ألف ناقص ب في ألف زائد ب، أهي ألف ناقص ب في ألف زائد ب. طب يبقى دول لما أضربهم في بعض هيديني اتنين في تلاتة بست. بعده إذا كان ألف، إذا كانت س تربيع ناقص ص تربيع تساوي 20، س زائد ص 10، فإن س ناقص ص بكام؟ مش المفروض دي دي تحليلها ايه؟ س زائد ص في س فرق ص، س زائد ص في س ناقص ص. طيب أما نضربهم في بعض بقى المفروض يدوني 20، يبقى أضرب العشرة في كام عشان تبقى 20؟ 2، تبقى دي ب2. ألف تربيع ناقص ب تربيع 45، ألف ناقص ب بخمسة، فإن جذر ألف زائد ب بكام؟ يعني المفروض أضرب ألف ناقص ب في ألف زائد ب يدينا 45، يبقى المفروض خمسة في كام تدي 45؟ في 9، يبقى المفروض ألف زائد ب بكام؟ ب9، يعني جذر التسعة بقى، جذر ألف زائد ب اللي هو جذر التسعة اللي هو التلاتة. س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي س ص، س إذا كانت س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي س زائد ص، فإن س ناقص ص بإيه؟ المفروض إيه؟ ها؟ إيه اللي هتضربه في ده؟ يديك نفس المقدار اللي هو الواحد، يبقى س فرق ص بإيه؟ بواحد، لأن أنا المفروض أضرب س زائد ص في س ناقص ص، اللي هو التحليل. تاني إذا كانت اتنين ألف ناقص ب في ألف زائد ب بتساوي 18، فإن ألف تربيع ناقص ب تربيع بتساوي كام؟ يعني قسم الطرفين على اتنين، يبقى دي بقت 9 على 2 في الواحد على 2 فالتسعة. ألف فرق ناقص ب في ألف زائد ب مش ليه ألف تربيع ناقص ب تربيع؟ يبقى ألف تربيع ناقص ب تربيع بكام؟ ب9. ألف زائد ب بسبعة في بتساوي 7 في ألف ناقص ب، خلي بال ألف زائد ب بتساوي 7، ألف ناقص ب بتساوي 14. هنا هو هنا هو المفروض يحط ليه فاصلة، هنا يحط فاصلة يقول ألف زائد ب بتساوي 7 و ألف ناقص ب بتساوي 14، فإن ألف تربيع ناقص ب تربيع بكام؟ حضر بالسبعة في 14، المفروض يتحط هنا كده فاصلة كده، ألف زائد ب و بتساوي 7 و ب ألف ناقص ب بتساوي فاصلة زي دي كده عشان يفصل لحد ده عن ده. يبقى أضرب السبعة في 14، 4 في 7 28، 1 في 7 سبعة واتنين 9. اختر الإجابة الصحيحة. إذا كانت س تربيع ناقص ألف ناقص إيه؟ ألف، انتبه معملهاش ألف تربيع، يبقى أما حللت ده هتديني إيه؟ جذر ألف، في جذر ألف، يعني دي هتبقى جذر ألف تربيع كده، جذر ألف تربيع لما أجي عشان أحللها بقى تبقى فرق بين مربعين، يعني الألف ده عشان أحولها لفرق بين مربعين أعملها جذر ألف إيه؟ تربيع. بتساوي س فرق 3 ناقص 3 في س زائد 3، فإن أ بكام؟ أ بكام هنا بقى؟ بجذر 3، بجذر إيه؟ 3. ألف ب ألف بتسعة، ألف بتسعة ليه؟ لأن أنت عايز جذر التلاتة، عايز عدد جذره تلاتة، عايزين عدد جذره تلاتة يبقى هو 9، آسف عايزين عدد جذره إيه؟ 3، يبقى ألف بكام؟ ب9. إذا كانت س تربيع زائد لام ناقص 4 بتساوي س ناقص 2 في س زائد 2، فإن لام بكام؟ إذا كانت ديت بتساوي س ناقص 2 في س زائد 2، يبقى لام بكام؟ 0 طبعا. ليه 0؟ عشان أنا عايز أحول ديت إلى فرق بين مربعين،
عمرها ما تحول إلى فرق بين مربعين لما الحد الأوسط يتلاشى، يبقى بصفر. يبقى لازم الحد الأوسط يبقى بيه بصفر عشان تتحول لفرق بين مربعين، ودي الأربعة جذرها اتنين اتنين واتنين، يبقى لام بصفر. إذا كانت س زائد اتنين ص بتساوي تلاتة، س تربيع ناقص 4 ص تربيع بتساوي 21، فإن س فرق 2 ص بكام؟ س شايف دي س ايه؟ تربيع ناقص 4 ص تربيع، هنحللها تبقى س تربيع ناقص 2 ص تربيع، نحلل يبقى س تربيع ناقص 2 ص، س هتبقى س ناقص 2 ص في س زائد 2 ص. أنا عندي س زائد 2 ص بكام؟ بتلاتة، والمقدار نفسه ب21، يبقى س دي س زائد اتنين اهي بكام؟ بتلاتة. س ناقص اتنين ص هي قلنا دي هتتعدل تبقى س ناقص اتنين ص في س زائد اتنين ص بتساوي 21، واحدة منهم بتلاتة تبقى التانية بكام؟ اضرب التلاتة في تدي 21 اللي هي السبعة. بسرعة كده، إذا كان س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي 24، و س زائد ص بتساوي 8، فإن 3 س زائد 3 ص بتساوي كام؟ دلوقتي س تربيع ناقص ص تربيع لما بتحلل بتبقى س زائد ص في س ناقص ص، أنا عندي س زائد ص بكام؟ ب8، س زائد ص ب8، تبقى س ناقص ص بكام؟ س ناقص هي أما نحلل تبقى س ناقص ص في س زائد ص اللي دي بتمانية، تبقى التانية بكام اللي هي س ناقص ص؟ نقسم ال24 على التمانية تديني تلاتة. طيب لما يبقى س ناقص ص بإيه؟ بتلاتة. نضرب بقى الكلام ده في تلاتة، هاي مش احنا طلعنا س ناقص ص بتساوي تلاتة، اضرب دي في تلاتة عشان تديك الشكل ده، اضرب في تلاتة هتبقى تلاتة تلاتة، والتلاتة تضرب في تلاتة تبقى بإيه؟ بتسعة. دي إذا كانت ألف ناقص ب بتساوي 7، وألف زائد ب بتساوي 5، ألف ناقص 7، ألف زائد يبقى ألف تربيع ب تربيع بكام؟ بيضرب 7 في 5، 35. طب نضرب كل، يبقى أنا وصلنا من الاتنين دول هتبقى ألف تربيع ناقص ب تربيع بتساوي 7 في 5، 35. طيب أنا عايز اتنين واتنين، يبقى أضرب ده كل ده في اتنين تدي 35 تبقى ايه؟ 70. س تربيع ناقص ص تربيع ب16، يبقى ص ناقص س باتنين. انتبه بقى للفنيات دي، هنا س ناقص ص، هنا عملها لك ص ناقص ايه؟ س، يبقى ضرب ايه؟ في سالب، ضرب الناتج في سالب، لما حلل دي هتديني س ناقص ص في س زائد ص. س زائد ص عايزينها بكام؟ طيب هو ضرب هنا دي في ايه؟ في سالب، يبقى كانت ص ناقص س بكام؟ ص ناقص س باتنين، تبقى س ناقص ص بالسالب اتنين. طب دي 16، ايه اللي هضربه في سالب اتنين عشان يديني 16؟ تبقى سالب 8. هي دي. إذا كانت أ زائد ب، إذا كانت أ زائد ب بتساوي 5، وأ ناقص ب ب4، يبقى التحليل لو هو أ تربيع ناقص ب تربيع هيديني 20، اللي هي أ زائد ب في أ ناقص ب، مش كده؟ المفروض ده تحليله مين يا أستاذنا؟ أ تربيع ناقص ب تربيع بيساوي 20، اللي هما القوسين ده هم. طب هو اداني ب تربيع ناقص أ تربيع، يبقى ضرب ده في ناقص عشان تبقى الباء بالزائد ودي بالناقص، يبقى ال20 تبقى بالناقص، يبقى هي دي. طب إذا كانت 25 تربيع ناقص 15 تربيع بتساوي 10 س، فإن الس بكام؟ دي هنحللها تبقى 25 ناقص 15 بكام؟ 25 نشيل منها 15 تبقى باقي 10. طيب في 25 زائد 15 اللي هي 40، تبقى دي بإيه؟ دي كده المقدار ده 400. طب هي هنا س
عشرة سين، يبقى المفروض سين بكام عشان تبقى 400؟ تبقى سين بإيه؟ ب40. سين ناقص صاد في سين زائد صاد، سين تربيع ناقص اتنين سين تربيع صاد، سين أس أربعة ناقص اتنين سين تربيع صاد تربيع زائد صاد أس أربعة بتساوي ايه في دول كلهم؟ طيب ديت المقدار ده هو هنحلله، يبقى س هنحلله ايه بقى؟ اللي هو التحليل بالمقص، لو س تربيع ادي س تربيع ومفيش ص تربيع، ص تربيع الإشارتين بالموجب، يبقى كل الإشارتين نفس النوع، إشارة الأوسط اللي هو سالب وسالب. ادي س تربيع ص تربيع ناقص وناقص س تربيع ناقص ص تربيع ناقص س تربيع ص تربيع ناقص س تربيع ص تربيع، نجمعهم هيديني ناقص 2 س تربيع ص تربيع. اذا المقدار ده هو تحليله هو ده. طيب هنا س تربيع ناقص ص تربيع وس تربيع ناقص ص تربيع الاتنين هيتحللوا للشكل ده كمان. اعملها لك ورقة عشان ايه ما تسرحش بعيد. هي س ادي المسألة بتاعتنا. الجزء الأول هيبقى كما هو حتى الآن حتى نصل إليه. دي بقى حلله، هيبقى س تربيع ناقص ص تربيع س تربيع ناقص ص تربيع اللي هو التحليل بالمقص، س تربيع س تربيع ص تربيع ص تربيع اللي هي ص أس أربعة. الإشارتين نفس إشارة الأوسط لأن دي زائد، يبقى هنا ناقص هنا ناقص يساوي. شوف بقى ديت هتحلل وده هتتحلل وتحليلهم هو نفسه، هو المقدار ده، يبقى س ناقص ص س زائد ص دي هتبقى برضو تحلل س ناقص ص س زائد ص. التانية نفس الكلام، س ناقص ص س زائد ص تساوي عندك كام؟ س ناقص ص تلات، س ناقص ص كل أس كام؟ تلات. س زائد ص كام؟ تلات. يبقى س ناقص زائد ص كل أس كام؟ تلات. كده خلاص. يبقى نختار ايه من هنا بقى؟ هنختار دي. احنا كنا فين هنا؟ هي دي. وكمان دي بس مش هتنفع غير كده، مش هتنفع واحدة من دول تاني. طيب اخر حاجة بقى بنختم بها دائما مسألة المتفوقين اللي هو حضراتكم. ايه هي المسألة بتاع المتفوقين؟ في عندي اكتر من مسألة، ناخد المسألة الأخيرة ديت، هي دائما بتكون أقوى مسألة. نشوفها، أنا أول مرة أشوفها يعني. بيقول فيها إيه؟ إذا كان إذا كانت س أكبر من ص، ماشي ده تعريف للس والص يعني الفرق بينهم. طيب الس تربيع ناقص اتنين س ص زائد ص تربيع بتساوي أربعة، والسين زائد صاد بتساوي 8. أوجد القيمة العددية للمقدار سين تربيع ناقص صاد تربيع. أوجد قيمة، عاوز قيمة ده. لو سين أكبر من صاد يعني ممكن يدي لك إيه؟ هنشوف الكلام ده في الحل وهنبينه.
طيب س تربيع ناقص 2 س ص زائد ص تربيع بتساوي 4، و س زائد ص بتساوي 8. أول حاجة هاخد المقدار ده أحلله، اللي هو س تربيع ناقص 2 س ص زائد ص تربيع بتساوي 60 س ص ص، اللي هو تحليل المقدار الثلاثي بسيط، س وس وص وص، والإشارة موجبة هنا سالب، يبقى الاتنين نفس إشارة الأوسط. ده بيساوي كام؟ 4. وبيقول لي س زائد ص ب8، الاتنين هنا بإيه؟ بالسالب. هيبقى س فرق ص، خلينا هنا في س فرق ص كله إيه؟ تربيع، لأن القوس هو نفسه. يبقى أول س زائد س ناقص ص في س ناقص ص، القوس هو نفسه، يساوي كام؟ 4. يبقى س ناخد جذر الطرفين، يبقى س ناقص ص بيساوي إيه؟ 2. بالزائد أو بالناقص هنا بقى إيه معنى إن س أكبر من ص؟ تديني المعنى ده. هنا س فرق ص بتساوي زائد أو ناقص إيه؟ 2. يبقى إما عندنا س فرق ص بتساوي 2، س فرق ص بتساوي إيه؟ 2. وفي الحالة دي هتبقى س أكبر من ص، ودي اللي أنا هاخدها هعتمدها عندي في الشغل. أما س فرق ص بتساوي السالب 2، دي معناها إن السين إن الصاد أكبر من السين، لأن المقدار كله ما يدي بالناقص، يعني دي كانت إشارتها تبقى السين دي أصغر من الصاد. عشان إيه؟ مش إحنا لما بنيجي نطرح أو نجمع بناخد إشارة الكبير؟ لو أنا أخدت الإشارة الكبير هتبقى الصاد تديني بالسالب، إشارة الكبير إيه؟ سالب. تاني لما بنجمع أو بنطرح بناخد إشارة الكبير، صح؟ مظبوط. هنا شرط الكبير مين؟ الصاد. هنا شرط الكبير مين؟ الصاد. وانا لما جمعت ادتني بالسالب، يبقى انا اعتمدت اشاره الكبير، يعني الصاد اكبر من السين، لكن هو قال لي السين اكبر من الصاد، يبقى ده مرفوض بسبب التعريف اللي اداهولي في الاول. عرفنا ليه مرفوض؟ لانه اشترط عليا، قال لي خد السين اكبر من الصاد، فانا اذا اخدت الصاد اكبر من السين يعني هاخد الإشارة أثناء الجمع، بجمع وباخد الإشارة السالبة. أما هنا قال لي السين أكبر من الصاد، يعني لما بجمع باخد إشارة الكبير، أنا خدت إشارة الكبير اللي هي إيه؟ الزائد. خلاص، لما أخدت إشارة الكبير اللي هي الزائد اللي هنا، فأصبح هنا زائد، يبقى أنا هاخد سين فرق صاد بتساوي 2، سين ناقص صاد بتساوي 2، دي هستعملها مع دي. عشان اجيب له القيمة العددية للمقدار، يبقى نقول له اذا القيمة العددية للمقدار اللي هو بقول عليه س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي، هي المفروض س ناقص ص في س زائد ص فرق بين المربعين. انا قلت س ناقص ص ب2، مش بناقص 2، مش تنفع ناقص 2 كمان. في س زائد ص ادهالي قبل كده 8، يبقى س ناقص ص ناقص ص زائد ص بتساوي 16. يبقى القيمة العددية بتاعتنا ب16، وفعلا تستحق أن تكون مسألة متفوقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.